المعلقين تيقول لك اسبانيا دارت محاولة حسم، حتى صحاب لي راسو ميسي بصح. لامين جمال 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 بابا 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 با. يا له من لامين ويا له من جمال، يا له من لامين ويا له من جمال، لامين جمال مالوش مثال. اوف 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 جمال جمال موسي اسمه موسيا ها كاكا ويليامز بلوكي كاكي كل البلوكاج يس لا نقلب الكاميرا يس فامس اوف بزز الله هذا صحابني غادي يزقلها بالرب هزو هزز خبط ابوه يلا يلا يفيق جاي يو مرحبا بكم الخوت معايا في فيديو جديد. سمحوا حيت على هاد الغبره. مهم اليوم ان شاء الله يعني عدد التعبيات كل خميس راه كيف العاده كيلوحوا شي حاجه اللي مزيانه كتبان لي كريكورديا، بما انه عندي جوج حسابات واحد احتياطي وواحد اساسي. هذيك الاحتياطي حتى هو كتجمعت فيه داك باك جاني لحد الان، داك باك تاع دروكبا فوا دو هو اللي غادي نسبينيو فيه دابا. غنسبينيو حتى في باك ديال ايتو قبل ما يمشي نهار الاثنين، ولا يمكن حتى الخميس الجاي غادي يمشي ما عرفت. المهم وعطينا حتى يعني في كونت اساسي جمعت الدوري روشن السعودي، كاين في واحد الباك فابور مع تفتيح باكاج ديال نجوم اسبوع، بزاف ديال الباكات غادي نحلوهم اليوم، بالاضافه الى واحد التحدي ديال عجله لحد صوب. لما نطول عليكم بزاف اللي كيشوفني اول مره سجل واحد لايك سبسكرايب كومنت وليتس جو تو اول فيديو. يا بسم الله نبداو مع اول حاجه اللي هي ضربه بيلانتي او البينالتي. تخافوش ما غاديش نقول هذيك الكلمه اسباني لا بينالتي افابور اوكي ليسر كيف العاده بسم الله. يا ولد الكلبه جيتي تدير الفيديو تتحبسها شي باك اخر هنا ولا شي لعيبه. وصلت ل 100 كوينز نايس دورة 600 كوينز يعني فين واصلوا في الكونت الاساسي. ناخذوا الجوائز اللعيبات نمشيو بعدا كنا نشوفو هاد البلان هذا. المهم هذا باقي ما لعبتش عليه في الكونت احتياطي نخليه من بعد. تا هذا تا هو طاو فابور. المهم حنا نمشيو دابا السبين ديال دروكبا هو اللي بغيت فوا دو دروكبا الصراحة فهمتي اللي جاني في هاد الكونت غيعاوني بزاف. يا بسم الله سير على المشكلة اللعابة ما كيتقاداوش هنا تيبقاو 50 على 50 يعني ديما كيعطيوك نفس المحاولات حيت بيت غنديرو بيت بيت مباشر. غير باقي سبين وحدة يا بسم الله. هادي يقدر يكون هايلايت والله اعلم ما عادش تقدر تحول من الداخل. قول هادا قول هادا باينة باينة من ضربت عليا من بعيد اللي انت عطاونا 58 53. صاحبي هادشي عندي 100 كوين زاد اللي كتاكلني. سبيني واعر باك تاع ايتو سبينيت عليه مره واحده بسم الله. شوفوا على الله الا بغى يجي سير او يا صاحبي كيبقاو صاحبي يديروا لنا بحال هكا. انا باقي لحد الان ما جاني حتى شي ايبيك 100 كوين زعما كاينه كيحمر الوجه. هذاك الشيء اللي فابور شكون هذا روديغير روديغير الهايلايت ما كاينش كاين البيسيك عادي. شوف يا هذا شو رودي جيل فينا اقل تو ناسي هايلايت ما علينا. بالنسبه للميشن عاوتاني تجددوا معانا هادو عطاونا واحد الكوينز هنا ني تاعي ان فوا نربحو غير هاد التشالنج هذا ديال الدوري الانجليزي هنايا راه عطاونا 50 كوينز تربحها التشالنج الاول عطينا لك سوبر ستار. واحد الحاجه اللي بغيت نناقش معاكم اللي هربتوا لي الصراحه الناس اللي دايرين يعني بي اس في بي ان دوري ياباني زعما في بي ان ياباني. في الاول كان طالع هذيك فيفا اللي ديجا حنا عاطينا باش نقصرو فيها غير هو هنا مشات كانت عندي ولكن اختفات وعطاوني بلاصتها هادي شي حاجه خاص باليابانيين وعاطينك هنايا يعني تعزل شي فرقه من داكشي ديالهم هما فهمتي ديال اليابان وديال داكشي. وفاش كتربح حتى هي كتربح يمكن شي 50 كوينز
ما فهمتش انا شنو هاد البلان، واش انا ديجا ربحت دابا فهاد الحساب، ربحت 100 كوينز على هادي. شوف وهنا اللي دايرين هاد البلان هذا ماشي بحال الجلوبال العالمي، هنا دايرين البوست هادو كاملين 47 بوست غادي يربحوا، سواء عزلوا الرانك الاول ولا الرانك الثاني ولا اللي كان. انا دابا هادي اللي عزلت سايتاما، انا سايتاما حيت داك الانيم كنت تفرجت فيه عز عليا باش عزلت سايتاما، اما هاد الفرق كاع ما كنعرف سميتهم كاع. المهم يعني عطاونا هذا تاع ساغا شي لعيبات شي ديال الانيم وشي اللي عازل الدوله اليابان هنا في بياس، راه غادي يعطيو حتى هو هادشي بالاضافه الى خونا زيد النيسكي ولا ما. المهم نوريكم دابا الاكيب كيفاش ولات، غادا في تطور بعدا ما بقاتش كيف ما كانت الاكيب من الصفر. يا الله معايا دابا نمشيو الكونت الاساسي اللي عندي فيه بزاف ديال الباكات ميدال. ايوا الخوت كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الكونت الاساسي. المهم الحمد لله بعدا جمعتنا هذيك 2000 كوينز، قالوا غيتحط لك ميسي مع نيمار سواريز يعني الام اس ان. دابا ناخذ زعما نيمار ملي جمعنا هاد الكوينز هادو، ساعه قلت بلاتي نصبر حتى وكان يجي داك الباك تاع الام اس ان، اما هادو راه باقيين معانا عام وزياده. ما علينا، نمشيو حنا دابا الكونترا ديالنا اللي كتهمنا باش غادي نبدا نشوفو دوري روشن السعودي، ومازال غندير 100 كوينز على باك تاع ايطو. الله يجيني في الحساب الاساسي، كنتمنى عنده فينا من الفينيشن، وايطو من اروع المهاجمين صراحه، على صحه غيكون نار. بالنسبه لساديو ماني حطوه حتى هو في الدوري السعودي، حطوا فيرمينو في كرونيا في ايامات فيرمينو مع ساديو ماني الثنائي اللي كانوا دايرين اوسكار. وكاين المهم كاين اكرم عفيف، كاين شي وحدين اللي ناضين حتى هما، ولكن انا ما كرهت تيجيني ساديو ماني حيت ما عندي حتى شي نسخه ديالو. هو وفيرمينو كانوا كيجيوني في بي اس 2019 كنت كنقصر بهم، لكن دابا عندي حتى شي نسخه ديالهم يعني على الله. كنتمنى الزهر يتبدل معانا شويه. يا بسم الله شكون هذا؟ قول ماشي قول، شكون هذا؟ باينه غادي يكون احمد يحيى، غيكون عطاوني اسفل واحد كاين تحت ياك. نشوف كونامي كنقراها صافي، ملي كتقني عليك والله الا عطاتك شي حاجه مزيانه. سير بسم الله نشوفو على الله، على الله يجي ارنولد هنايا على الاقل. ارنولد هو اللي بغيتو فهاد الباك كامل، ما عنديش بطاقه ديالو نيش، شكون خور مازال؟ محمد صلاح. المهم سواء ارنولد محمد صلاح اللي كان. سير بسم الله دو خضر من الوسط تاع التيران، ممكن تفاؤل زعما مبشره بالخير. سير ارنولد هذا تاشكو تاشات السمية هادي، تهما اللي كيعطوني لعابة معقبين. شناهو أناستاسيوس باكيستاس، شات السمية يونانية خونا، اش من بلاصة كاينة دابا هدا تاهو؟ ما فهمت والو فهاد بياسة، تا شولو كيعطوني آخر واحد آخر واحد، تمالو هادو تافقو عليا اليوم ولا كيفاش؟ سير نجربو 100 كوينز هنايا على الله يكون الحظ مبدل، باش نورك على إيطو باش نقولهم زعما أنا بغيت هذا. الزمر اللي عطاوك شي واحد اللي ما درتيش ديك 900 كوينز سبين، ايوا هادشي اللي عطا الله ما بغاوش. اش غنديرو اليوم؟ ما جانا حتى شي لعاب كيحمر الوجه. ما علينا، دابا الخوت اجيو معايا للتحدي اللي غنوريكم. درت يعني هذيك عجلة الحظ وغادي تعزل ليا ربعة تاع المنتخبات، بحكم انني عندي الارجنتين البرازيل فرنسا واسبانيا، هاد ربعة المنتخبات هما اللي جامعهم حاليا في ايكيب الخطط ديالي. عجله الحظ غتعزل لي وحده من هاد المنتخبات اللي غادي نقصروا فيهم في هاد التحدي نيت اللي خاص بالمنتخبات، ومن بعد غادي نمشيو نشوفو الديفيجن من مورا هاد الماتش، نشوفو هاد الايكيب هادي اللي غتعزل لنا عجله الحظ واش هي نيت اللي غتربحنا هاد التشالنج وغتربحنا حتى في الديفيجن فاش غنقصروا بها. المهم الخوت هنايا وكما شفتو صافي راني دخلت دابا الاسماء، نمشيو ندورو نشوفو شنو المنتخب اللي غيجي. اي واحد في هادو كيف ما كانوا راه زوين صراحه. بسم الله كنتمنى يجي اسبانيا ولا الارجنتين. لاز اسبانيا مزيان، علاش؟ ارجنتين حيت فيها ميسي اوف كورس، اسبانيا فيها ايكر كاسياس وفيها بعض من النجوم تا هما. انا كنفضل انني نضمن حارس اللي يحبس ليا مزيان على اساس على زعما يكون عندي بزاف تاع الهجوم والحارس زير. المهم الخوت يعني عزلت اسبانيا، غير هو هاد اندريس انيستا اللي كاين حاليا ما عجبنيش الصراحه، التحركات ديالو داكشي حتى
تاع صانع العاب ماشي بحال داك هول بلاير، ولقيت بان حتى شي سكيلز زعما كاين ناقصين عنده، يعني سكيلزات ناقصين شي شويه. سو غادي نمشي ندير الاخر، هذيك اللوجين ديال العادي اللي كان عندكم راه احسن من هذا اللي عطاو بابا. وهذا كيوصل 100 كاع، هاو ما عنده لا بوستر لا ايبيك بوستر الواد، وفي باساج مكتمل كلشي ناضي كناضي انيس طوع. المهم نقصر بهاد التشكيله حاليا، ايه بسم الله. بعد ما قادينا الخطه نمشيو دابا للماتش ديالنا، ليتس جو. هادشي ممكن حماش بياس تكون ديجا انت مسجل خطة على داك نيت الدولة الاسبانية كدا، وما كيزيدو مازال يعطوك اللعابة اعارة. علاش انت جامع الصبر يوم كامل ويعطوك اعارة البيسك، اش غادير بيهم؟ الله الله الفارة مطارة ما رزقاش لي، عندي شي راس حرب اخر. غافي رزق علي البرت فيرير عندو الارجنتين عادي، يا داكشي شويه شويه. المهم نوب ادخونا نوب، هاد مراته هو زكير، هذا نوب والاخر زكير، وتلاقاو عليا انا بجوج. او كنت غنعطيه كور، كفر هبطت انا عرفتو غيزلق، رجعت شويه ولكن زلق عليا ماشي مشكل. شوف كفر واش قريبه ولا بعيده، بعيده ضربوا لامين يامال ارجو يكون قصه واقعه. المهم كورنين عاوتاني مزيان، كلشي كلشي مزيان. اشحال محاوله هجوميه ماتش كامل وانا كنهاجم، هاديك شورت كورني فين شورت تكتيك من ديب عمق. يلا سي تو عييت من ديال شوت. حتى المعلقين تيقول لك اسبانيا دارت محاولات حسن، حتى صحاب لي راسو ميسي بصح. لامين جمال 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 بابا 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 با. يا له من لامين ويا له من جمال، يا له من لامين ويا له من جمال، لامين جمال مالوش مثال. اوف 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 جمال جمال موسي اسمه موسيا. المهم لامين يا واو واو دريب خفيف فيه صراحة، النسخة طاولين وخا فابور كي نار فيك شوت من دبل تاتش بجوج من واو تي كامل. غندير لكم في اعادة في شي مونتاج نادي اوف كورس. اوو نسيت انا كاين جوج صعب ديك القصيدة ولا صافي مزيان بلان بحال بدلت ميليو كامل تقريبا صافي، خليت غير تشافي لكن انيستا احسن من تشافي في هاد النسخة. سو نخليو سي انيستا سهل. سوبر ساب تخلو سميتو اسينسيو تراوري خرج خونا كيتا. المهم ربحنا ديك 50 كوينز بعدا بنجاح، قالينا والو نصعدو الديفيجن الرابع. اوكي ايكيب هي هادي ما خاصها حتى شي حاجه، كلشي مزيان كلشي مقاد. هدايا سيكو 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 انوت اسهم لا بأس بها. اوكي عندو واتش من يلا بادي هذا ديجا شو عندو كافو عندو. المهم بدا في اواخر بيس فيرجن هاد حيد ديك تشافي ديرو بيدري بلاصتو طق انيستا خليو هنا. لعبو بد جربنا بوسكيت ويك تشافي و اندريس انيستا. المهم تولاتي زوين تاع البارسا احسن تولاتي داز الميليو يا سلام. دابا غادي نبدلو داكشي فين هو رودري دابا خصنا نضمنو التأهل ديالنا للدوري الرابع، يعني ما خصناش نتشل بوسكيت تقي سبين preparing to celebrate they are potentially 90 minutes away from promotion
They just need a single point. It would be, no question, the biggest point of this campaign. Wow. تعليق صراحة واقعي في هذه اللحظة. قال لك إسبانيا خاصة 90 دقيقة اللي كاينة في هذا الماتش خاصة تربح باش تربح على الأقل وخا غير بوينت وحدة باش تصعد للدوري القادم. أوووو على بارا وبيت. واو نادي مراتا طويل نادي. صفقوا على موراتا. واو منين حي داك السياس خدست البويول جليتش. شوف خلى الإعادة ولا ما خلاها. وعلى لقطة كديرة دايم بول. سير بيدر سير بيدر. الله عليك إنيستا. سير إعادة. دوماج هاد القلبات داكشي كيدير كله زعما كلشي جمال ناضي. اه راموس راموس الان واش تا اجي اجي سونتراج راه ممنوع. اجي دولتي اه فرجع. باغي مبابي باغي مبابي بوحدو. تفو جوردي ألبا مشي تعدو ولكن ممشاش دغيا. عرفت شو باغي مبابي بوحدو. جانا تسرعت خرجت لي جوج مدافعين تما فين كتصيد. اه زمان ما عندوش مع الرأسيات. سير على لا 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 بيت. اه يا جمال عرفتي كون ما شداش فان دايك. واو ماتش زوين صالح هاد خونا تيقصا زوين جاو بيت. واو كاسياس بابي كيبقى بوح خصني نعطي تعليمات لرود اللي نقول لي بقى اللور دي بلاين سيت. بلاتي بلاتي اسمح لي برو غندير بوز سموحات. بلاين صافي شوفوا بعدا كاين شكون كاين في الرأسية شكون اللي عندي رأسية. راموس صافي بقى يطلع راموس الرأسية تعدو تعدو تاني. شكون عندي شي كورنين غادي نخلي بيت. اه هاي كورنين يعني راموس غيكون طلع دابا. نشوفو السيكسيار كاين هنا اوكي تا ويليامز تا ويليامز على الله تجي في رأسية راموس. طن واو سي راموس كي كينقز تاتشي. واه تا هاد اللاك تا هاد اللاك صاحبي غنخسرها باللاك. الحمد لله هاد اللاك قالت لي الجيم على قفله ما فهمتش. الشمته هي هادي والله قبيله تم طايف في الاخر باش يكون واحد الغلط ويكون هادي والدقيقة 90 دابا وصافي سير تشبات عافي مشاي مشاي لا ماتش خور باش نربحو في الديفيزيون. هادشي اللاك في الاخر مرضني والله. دابا حنا تا بغينا الديفيزيون ربعا نطلعو ليها بقى ليا شي نقطة ولا هادي باش نربح عادي باش كونامي قالتلك ان شاء الله بربي. ها كاكا ويليامز بلوكي كاكي كل البلوكاج. يس لا نهنا قلب الكاميرا. يس فامس اوف بزز الله يجاد اصحابني غادي يزقلها بالرب. اه هزو هزز خبط ابوه يلا يلا يفيق جاي عز شي فالية جديدة دي نايس. لا كوفرة كوفرة شو كيبعدني
البحث ايه البحث الديفيزن تعادلت بمي صعدنا للديفيزن 4 واخيرا وعرقونا صاحبي كاع فقسوني الكونامي تا هما المهم الخوت كيبان ليا غادي نحبس غير هنايا شوف معايا الزر ديالي في باكات راه زيرو هاد البيس 25 ما عرفتش فين غادا بينا هاد الكوينز هادو نحاول انني بما امكن نستثمرهم باش يكون يطلع شي فيديو زوين ديال ام اس ان ان شاء الله الا كانوا حيت بزاف الناس داروا ديك التدريبات ودعوا على انه البيانات تاع اللعبه يمكن سوا شافوهم في بي سي ولا في شي ابليكاسيون اللي كنعرفوا بهم طاقه اللعابه ولا شحال من بلان مود في بيانات اللعبه قال لك كاين ام اس ان غادي نتسناو كانوا يا تبارك الله ما قال لك غير نزلوا في شهر 11 يعني الشهر القادم ما قاول اليوم 19 شهر 10 مابقاش بزاف وغادي يخرج شهر 11 قال لك غادي ينزلوا نتسناو يا تبارك الله كانوا مزيان ما كانوش غنشريو داك باك نيمار وغادي لكم عليه فيديو تشالنجات تا هما بحال هكا اوكي صافي بلا ما نطول عليكم بزاف تهلاو في راسكم حتى الفيديو جاي بيساج